مشاهدينا خلونا نروح طيب بداية لجولة السوشيال ميديا وأبرز التغريدات المميزة لليوم. أبدأها معكم بالتغريدة الأولى من حساب كلية الحاسبات بجامعة الملك عبد العزيز، واللي كانوا فخورين بطلابهم اللي شاركوا في منافسة البرمجة. طلاب كلية الحاسبات وتقنية المعلومات يتألقون في مسابقة البرمجة سعودي سي بي سي التي نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى المملكة. 5 فرق فائزة من طلبة الكلية بالمراكز الـ12 الأولى في المسابقة. مروة قبل البرنامج مختلفة عن مروة بعد البرنامج. كلنا جمعنا شرخة برمجة. النجاح مبني على الفشل، فشلت في الأولى وبإذن الله هذا ناجح إن شاء الله. أكثر من مرة أكلم التدريب، أكد التدريب، أكد التدريب. التجربة جت من التصفيات، صارت تصفيات عن بعد والحمد لله تأهلت فيها. جزء كبير من التجربة هو الناس اللي قابلتهم من جامعات مختلفة. كنت خايفة صراحة أني أدخل مستوى أكبر من مستواي، فلما دخلت قلت كان شعور صراحة جدا عظيم. أنا من الناس اللي يتحمسون إذا وجدوا منافسة، فوجود منافسين ووجود أشخاص أفضل مني في هذا المجال يعطيني دافع أني أتعلم وحاول أطور من نفسي أكثر وأكثر. المشاركين من جميع الجامعات السعودية، ففي قليل من التوتر. أنا اللي طلعت منه بهذا التدريب هو أكثر من المنافسة، فهي تجربة رائعة. متحمس أشوف الناس اللي حولي ومعرفتهم، هل هم راح يقدرون يوصلون الشيء اللي احنا نبي نوصله من هذه المسابقه ولا لا. فرصه ذهبيه جدا، طورنا من ناحيه حل المشكلات. فعلا يعني يعطيهم ألف عافية كل الفرق اللي شاركت في هذه المسابقة، وأكيد بدورنا نقول لهم ألف مبروك فوز الـ12 في المراكز الأولى وحظ أوفر باللي ما حالفهم الحظ هذه المرة. إن شاء الله الجيات، فخورين فيكم كثير ويعطيكم ألف عافية.